أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامجكم القرآن حياة. في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن العلاج بالرقية الشرعية، وذلك مع كثرة الأمراض بالسحر والجن والحسد، وكثر ظهور المشعوذين والدجالين، وفي الجهة الأخرى كثر ظهور المعالجين بالرقية الشرعية. معانا ومعاكم الدكتور الأستاذ زكريا الهنداوي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة ونساء انا حضرتك. عاوزه ابتدي مع حضرتك بسؤال مهم جدا، تمام. هل القرآن شفاء؟ القرآن في مجمله لا. القرآن في مجمله لا. والدليل قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وكلمة ميم في اللغة العربية تفيد التبعيض، أي جزء من القرآن متخصص في الشفاء وجزء لا. بدليل أنا النهاردة عندي مريض، والمريض ده بيعاني من جن أو من سحر أو من حسد. من المفترض إن أنا أنصحه يقرأ آية الكرسي أو سورة البقرة، ولا من المفترض إن أنا أنصحه يقرأ سورة الطلاق؟ لا طبعا، آية الكرسي. تمام، وهذا قرآن وهذا قرآن، لكن أقول التخصص نفسه في العلاج بالقرآن، إن أنا نقدر نشخص ونعالج ونبدأ نعالج المريض بالله عز وجل. طب بمناسبة الكلام ده حضرتك، إزاي حضرتك بتبدأ بتفرق لما بتشوف المريض إذا كان ده مسحور أو ممسوس أو إنه ده واخد عين؟ يعني إيه الفرق ما بين السحر والعين والحسد؟ تمام، في فرق بين السحر وبين الجن وبين الحسد، ده قاعدة الكل مؤمن بها، لكن هنا الفرق بيبان في إيه يا فندم؟ الحسد ده بيكون حد إداني عين فبالتالي أنا اتحسدت. تمام تمام؟ والحسد ده في أنواع من الحسد، يعني في حسد اسمه حسد الغبطة، وفي حسد تمني زوال النعمة. تمام؟ فالحسد ده أنواع، لكن الحسد في نفسه، وفي فرق بين الحسد والعين أصلاً. العين ديت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. فإحنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن الحسد، ونيجي نتكلم عن الجن، ونيجي نتكلم عن السحر، الأعراض هنا بتكون مختلفة. أنا كمعالج من المفترض لما أدخل على حالة أعالجها نقدر نشخص الحالة اللي قدامي هي عبارة عن إيه، هل الحالة دي هي جن أو سحر أو حسد. طيب أنا كمعالج بعرف إزاي؟ أنا كمعالج من المفترض نكون عارف أعراض السحر 1 2 3، أعراض الحسد 1 2 3، أعراض الجان 1 2 3. فبالتالي لو أنا دارس الأعراض هنقدر من خلال الأعراض نشخص، قدرت نشخص هنقدر نعالج، ما قدرتش نشخص مش هقدر أعالج. طب هل الناس في البيت اللي هم الناس العاديين اللي زينا دول يقدروا يعرفوا مثلا لو هو حس بأعراض يعرف يقول أنا مثلا اتحسدت، أو أنا لأ ده اتعمل لي سحر، أو مثلا ده في مس لا قدر الله، والله هو يقدر يحكم، ولا لازم عفوا لازم مختص؟ بص يا دكتور، هو يقدر يحكم على نفسه ان هو مريض، لكن هل يقدر يحكم على نفسه التخصص ايه؟ بيبقى صعب شويه، لان انا بنقول التخصص نديه لاهل العلم نفسهم او اهل الذكر نفسهم، لازم هم اللي يكونوا متخصصين. انا مثلا ممكن اشتكي من الم في معدتي فاروح للطبيب، هنا انا ما نقدرش نحدد اللي عندي ده هل هو قولون، هل هو مراره، هل هو زايده. انت بتقدري تحددي حاجه زي كده؟ لا طبعا، ولا انا. لازم اروح للدكتور الاول ويقول لي عندك ايه بالظبط، فلازم انا بروح لحد متخصص بنقول له ان انا وضعي 1 2 3 4، من خلاله هو يقدر يشخص انا ايه، وبناء عليه يدي العلاج. تمام. طيب يعني هل الرقيه الشرعيه دي ليها اداب او يعني قواعد بنمشي عليها، ولا اي حد ممكن مثلا يجيب من على النت صور ويقراها على نفسه او يقراها على حد، ولا لازم نروح لحد مختص لان ليها قواعد عشان تبقى الرؤيه صحيحه، الرؤيه الشرعيه صحيحه؟ هي الرقيه الشرعيه لها اداب بالفعل، ومن شروط اداب الرقيه الشرعيه ان تكون مطابقه للقران والسنه. يعني ما ينفعش ان انا اجيب واحد ويقول ان انا بتعامل بالرقيه الشرعيه ونلاقيه ان هو بيقول كلام غير مفهوم او كلام غير معروف او طلاسم او طلاسم أو بيرسم رسومات أو بيعمل حجاب، والقصة دي منتشرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه بطريقة غير عادية. يعني أنا على سبيل المثال من فترة قريبة جدا كنت في حالة علاج في محافظة اسكندرية، تقريبا في التحديد في خالد بن الوليد، فدخلت حالة العلاج فقالوا إن كان في معالج قبلك بيومين، تمام، لا داعي لذكر اسمه، يعني لقيت ان هو مديهم حجاب، فبفتح الحجاب اللي هو مديهم ده ورقه مطبقه، فتحت الورقه هي ما فيهاش ولا حاجه اصلا مفهومه، كل اللي فيها عباره عن مثلثات، عباره عن مربعات، عباره عن دوائر،
وكاتب فيها حروف مثلا طه ظاء عين، حروف طلاسم مقطعة. طلاسم فده يعني بسأل الراجل هو قرأ قرآن؟ قال لي لا. تمام، هو عمل ده وقال بناء عليه هتبقى الحالة كويسة، وبعدها الحالة ما بقتش كويسة. تمام، فهنا هو اشتغل بشيء غير القرآن. تمام، فهنا وزره لنفسه، انا ماليش علاقة بيه. يعني سنة انا الرقية لا تجوز، دي مش لا رقية، لا لا خالص، الراقي اللي بيرقي ده بالقرآن مشعوذ أو ده ساحر. مشعوذ او ساحر، ده ما ينفعش ان انا نقول عليه راقي بالقرآن. الراقي بالقرآن لما يقرأ قرآن، نسمعه بيقرأ قرآن بأذني، لما يمسك مصحف في ايده، لما يتعامل مع الحالة اللي قدامه بقرآن، ده اشيله على دماغي من فوق. طب هل يستوجب يا دكتور انه لما راقي يجي يرقيني مثلا انا عندي الم في بطني او في صداع او ما بيروحش او كده، تمام. وقالوا لي يستوجب الرقيه لازم يحط ايديه على موضع الالم بص زي يا ما فندم، بنشوف زي ما الرسول والله عليه الصلاه والسلام قال؟ صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاه والسلام هي مسألة خلاف بين العلماء، ولكن أنا النهاردة مثلا لو أنا برقي واحد وبنقول بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال المكان اللي فيه ألم حط إيدك عليه وقول بسم الله تشفى بأمر الله عز وجل. تمام، لكن لو أنا هدخل في مسألة خلاف، هو هنقول إن هيحصل شك هنا في النقطة دي، فأنا من الأولى إن أنا أحافظ على نفسي، ولا يجوز انني اقرا على مريضه الا بوجود شخص ثالث. يعني ما ينفعش انا ومريضه موجودين في مكان وبقرا عليها، لازم يكون في وجود شخص ثالث موجود حتى تجنب الفتن. تمام، ونبدا ان انا نحافظ على نفسي بعد إذن ونبدا. حضرتك يا دكتور اتفضل معنا اتصال تليفوني. ألو اتفضل. ألو ألو ألو، مساء الخير، اتفضلي. ألو ألو، سامعينك؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيكي. أنا سيماء من المنصورة. معلش توطي التلفزيون شوية عشان نسمعك، اسمعيني من التليفون. طب لو سمحت أنا كنت عايزة أكلم الدكتور. اتفضلي، الدكتور معاكي. ألو، اتفضلي الدكتور اتفضلي يا سامعك. فندم، سامع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ طب مع حضرتك انا كنت عايزه اعرف المعالجه في القرآن، يعني انا عندي تعب بيجيلي كده على طول. انا مش سامع حضرتك، هو الصوت مش بيجيلك واضح يا ايه؟ فندم. هل بيجيلي تعب يعني الشارع وبيغمى عليا كتير، فانا عايزه في حل للموضوع ده. بيغمى عليكي في الشارع؟ ايوه، يعني بشوف حاجات وحشه بالليل وانا نايمه. حاجات وحشه زي ايه يعني، ممكن توضحي؟ بشوف حاجات ناس جايه تخنقني وبصوت بالليل. ايوه، بتصوتي عشان بتشوفي ايه؟ يعني بشوف ناس شكلها وحش جايه تخنقني بالليل وانا نايمه. ناس شكلها وحش، مش حاجه تانية غير الناس يعني. شكرا ليكي، هنجاوبك دلوقتي، اتفضل يا دكتور. السؤال للأستاذة سألته، بتقول إن هي بتشوف حاجات وحشة بتخنقها بالليل، وإن هي بيغمى عليها في الشارع، ده 90% بل 100% ده جن. تمام، وده بيبقى حاجة اسمها جن عاشق. تمام، وده بيتمثل في الجسد، من المفترض لو هي سألتها في النقاط دي هتلاقيها موجودة عندها بالفعل، هتلاقي في دوائر زرقاء موجودة في جسمها، هتلاقي إن هي بتقوم دوائر زرقاء دوائر كدمات. زرقاء، دي بتبقى موجودة في جسمها من الجن العاشق ده. ان هي بتحس بخنقة، تحس ان هي في مكان عالي وبتوقع في مكان واطي، تحس ان في ألم في اسفل الظهر عندها، وده جن عاشق. هل ده له علاج او ملهوش؟ ده بالفعل له علاج، علاجه في القرآن الكريم. لكن عايزين المعالج اللي بيعالج يكون عنده يقين بالله عز وجل، رقم واحد. معلش يا دكتور، احنا بس معانا اتصال، اتفضل يا فندم. هنرد على التليفون ده وبعد تمام، كده هتجاوب على السؤال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي، نتعرف دكتور بحضرتك. عايزه اسال بس الدكتور على حاجه لو سمحت. اتفضلي، نتعرف بحضرتك الاول. اهلا بيك يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. بصي يا دكتور لو سمحت، كانوا جايبين شيخ مستضيفينه ان هو بيقول العلاج بالقران، العلاج بالقران ان هو قال ايات معينه، الايات المعينه استخدمها خطا، وقال مثلا حاجات يعني تخص السيده تعمل الايات، يعني القران دوت بيكون طهاره، هو استخدمها في حاجات معينه، حاجات نكته مش كويسه، واتقالت على الشاشه على طريق الهوا. اسمه الشيخ عبد الشافي، حكى لا، ما بدون ذكر اسماء. الحاجات دي محدش يستضيفهم في البرنامج اللي هم بيخرفوا في القران، قناه جايبين كان الشيخ عندكم في اسمه.
تقريبا الاتصال اتقطع. تقريبا نجاوب على السؤال الاولاني وهنرجع للاخر. تمام، هي كانت بيغمى عليها وبتشوف حاجات وحشه بالليل. كان بيغمى عليها وبتشوف حاجات وحشه بالليل. تمام، فدي دليل ان في جن عاشق بالفعل موجود في جسمها، وده يخرج ويخلص من جلسه واحده. من جلسه واحده؟ من جلسه واحده بفضل الله عز وجل، ما يكونش له اثار موجوده وينتهي من جسدها مدى الحياه. طب وده يا دكتور بقى اللبس ولا ده؟ لا، ده لبس كامل. مس. ده طب لبس ايه الفرق كامل. بقى؟ في فرق بين المس وبين اللبس. المس ان انا جن مس جسمي، زي انا ماشي في مكان كده والثياب بتاعت عاص او اللبس بتاعت عاص، ده امر طبيعي. لكن لو اتقطع بيبقى اصعب شويه. فلو في حد اتمس من جن ده امر سهل، لكن لو حد عنده لبس كامل في جسمه ده بيكون صعب. لكن بقول ان اي مرض موجود ما من ده الا وله دواء، لكن بشرط ان احنا نعلق حياتنا بربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. طيب لو حد حاسس ان هو عنده سحر او مسحور يعمل ايه؟ يعني يوصل لحضرتك ازاي او يطلع عنه؟ هو عن طريق رقم تليفوني يستطيع ان هو يوصل، وعن طريق صفحتي على الفيس زكريا الهنداوي يستطيع ان هو يوصل. حضرتك بتعالج بالقران فقط؟ انا بعالج بالقران. بنوضح للجمهور بالقران فقط. انا بعالج بالقران فقط لا غير، وانا اصلا ولا في طلاسم ولا في حجاب لا. ولا في، انا ما في حياتي كلها منذ ان مشيت في العلاج بالقران من 12 سنه ما استخدمتش في حياتي كلها الا المصحف، ورايت التوفيق ورايت الجمال بقدره الله عز وجل ونعم بالله. معنا اتصال تليفوني. استاذه حنان. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا سالت اسال الدكتور بس. اتفضلي الدكتور معاكي. ماشي. انا عندي ابني عنده 8 سنين، كان هو بيتغير يعني، كان وقع كتير يعني، فهمت؟ فدلوقتي وقع فين؟ وقع يعني، كان بيقع كتير وهو ماشي بيقع يعني. كتير. تمام. فكان يعني بعد كده لقيته بقى يعني، ما ابتدى يكبر يعني كده، كان بيقعد مثلا اقوم الاقيه بيتكلم مع نفسه كده ويشاور ويعمل حاجات من دي يعني. هو سنه قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي عنده 8 سنين. هو مثلا ابتدى يعمل الحركات دي كلها كان من سن 4 سنين كده. فبحس ان هو بيتكلم حد او حد بيتكلمه ويلعب، بس اول ما يلاقي حد بص عليه وكده بيروح مبطل، ما كانه ما فيش حاجه يعني. طب في حد قرا عليه قبل كده؟ وديتيه لشيخ او كده؟ حد قرا عليه قبل كده؟ وديته الواحد كان بيقول اللي هو اللي بيعمل الحجامه ده، وقال هرقيه رؤيه شرعيه بس يعني، وقرا له على حبه ميه كده بتسقيه منها، بس ما حصلش حاجه يعني. حسيت ان هو زي ما هو ما فيش تغيير، فانا مش عارفه ده مسحور او مثلا الوقعات اللي كان بيوقعها كتير دي حاجه نسيته، ما فانا مش عارفه لغايه دلوقتي. ولسه بتلاقيه بيكلم نفسه؟ بيبقى بيقوم بدري جدا الصبح، بدري بيقوم بدري الصبح قوي، ويقعد يتكلم على نفسه كده، وغير كده حركاته كتيره يعني، بحس ان هو غير بقيه الاطفال يعني. تمام. اوكي، فكنت عايزه اعرف راي الدكتور ايه. بس الدكتور هيرد على حضرتك دلوقتي، اتفضل يا دكتور. ده بالنسبه لي ده طفل يعني. هو ده هنا في سؤال مهم الاول قبل ما نجاوب على مدام حنان، هو الاطفال كمان ممكن يجي لهم مس او سحر؟ هم الاطفال عموما يعني لغايه ما يبلغوا هم محفوظين، لان هو هنا طفل مرفوع عنه القلم يعني، وحتى رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يكبر، فده لسه طفل ربنا سبحانه وتعالى بيرعاه وبيحفظه. لكن الطفل ممكن يتاثر بحسد، ممكن يتأثر بحسد، الحسد ده ممكن يأثر في طفل لسه رضيع. لكن اللبس نفسه الطفل عموما ربنا سبحانه وتعالى حافظه ورعيه، لكن اللي هي بتحكي عنه ده هو عنده حاجة اسمها طاقة سلبية. والطاقة السلبية ديت ممكن تكون متمكنة من جسمه بطريقة عالية جدا، فأنا ممكن أقدم لها علاج بسيط جدا تقدر إن هي تستخدمه من غير راقي أصلا ومن غير ما تروح لشيخ. هتقعد لمدة 4 جمع يعني، مثلا النهارده الجمعه لمده 4 اسابيع. كل يوم جمعه هيستحمى بميه، نحط على الميه دي بمسك بدون ما نقرا على قران، او لو عايزين نقرا على قران هنقرا على ايه الكرسي 11 مره، يبقى ميه بمسك بايه الكرسي 11 مره. تمام. مجرد ما يستحمى بالميه ديت هتتشال الطاقه السلبيه اللي موجوده عنده، وهيبدا جسمه يتحسن للاحسن. ولو بقى في تحسن في جسمه للاحسن يشرفوني بتليفون بس، وانا اللي في الخير اقدر اقدمه هقدمه. شكرا يا دكتور. طيب يعني
برضو انا مش مستوعبه انه طفل ممكن يحصل له كده بسبب طاقه سلبيه. ايه هي الطاقه السلبيه اللي ممكن تصيب الاطفال، وازاي يعني ازاي نحميهم منها، لان المشاهدين مش فاهمين الطاقه السلبيه الطاقة السلبية دي يا فندم بتيجي ممكن عن طريق المعاملة نفسها، معاملة الأسرة في البيت، إنني نبدأ نضغط عليك بطريقة معينة أو أضغط على ابني بطريقة معينة. أنا عندي ابن الصغير ما بصليش، فلو أنا بنقول له تعالى أنت ما بتصليش هتدخل جهنم فبضربه، فهو هيقول لي والله ما أنا مصلي، عشان هو عارف آخره إنه هيدخل جهنم. لكن لو أنا بطبطب عليه وبنبدأ نتعامل معاه بأسلوب راقي وأسلوب كويس جدا وناخده تحت باطي كده ونحتويه، هيبدأ من خلال كده يكون معايا حد كويس، فأنا بزرع فيه هنا مبادئ كويسة وحسنة. حد تاني أنا بزرع فيه طاقة سلبية، إنني ببدأ أتعامل معاه بعنف، فخلاص هو بدأ جسمه يترجم كده، بدأ عقله يترجم كده، فبدأ الولد يحصل معاه مثلا حركات إغماء، وقع مرة اتنين تلاتة، بدأنا نشوفه بيكلم نفسه، وهو بيكلم نفسه ده هو بيتخيل في ذهنه حاجات وبيبدأ ينفذها. ممكن حد بيقف قدام مراية وبيتخيل شخص يعني تاني، نوع من من الحالات النفسية اللي نوع من بتصيب الحالات الأطفال النفسية بالظبط نتيجة سوء المعاملة. نتيجة سوء معاملة. لكن ده بالنسبة لي أنا طاقة سلبية، تخلص بأربع جمع استحمام بمية ومسك إن شاء الله، ولو في أي جديد يتابعوا معايا وأنا عناية وتقرأ لأي عليها حاجة. آية الكرسي 11 مرة. آية الكرسي 11 مرة نقرأها مع الأمية دي. وبالمناسبة آية الكرسي ديت أنا مجرد ما بنقرأها النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة قال والسلام. من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان. يبقى هنا نعم هو كده بالله. محفوظ من ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش شيطان هيقربه. وهنضيف لآية الكرسي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، نقولها 3 مرات. لا حول كلمة ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمة دي بننصح بها أي حد لأنها شفاء من 100 داء أقلها الهم. طب معلش بسرعة كده حضرتك تقول لنا إزاي نحصن بيوتنا من الحسد والعين والسحر؟ إزاي نحصن أصلاً ما نتحسدش لو حد شافنا كأنه هو لا شك يا فندم ان الحسد ده ظاهرة موجودة وحكمة موجودة في الكون، والحسد ده هو أمر موجود. لكن أنا عشان أحصن نفسي من حسد أو من جان أو من سحر، وعايز نحافظ على نفسي كويس، عايز أقول إن القلب اللي بيتعلق بالله عز وجل ربنا بيحفظه. رجال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا عايز نكون في معية ربنا سبحانه وتعالى، عايز نكون راجل، لأن للأسف مش كل ذكر راجل. طبعا ده مبدأ أنا مؤمن به، طبعا ليس أكيد. كل ذكر براجل. إيه الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال. مين تفيد التبعيض؟ ربنا ما قالش المؤمنين رجال، قال من المؤمنين رجال صدقوا. أنا عشان أكون راجل لازم يكون فيها نخوة الرجولة، لازم يكون فيها الأدب، لازم يكون فيها الأخلاق، لازم يكون فيها المبادئ. فأنا عشان أحافظ على نفسي وأحافظ على أسرتي وأحافظ على بيتي، أول حاجة هبدأ أعملها أبص للأسرة بتاعتي، علاقتها بربنا شكلها إيه؟ بعد إذنك يا دكتور معنا اتصال تليفوني. تمام يا فندم. ألو ألو بسنت. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ممكن توطي التلفزيون بس؟ اسمعينا من التليفون. تمام كده؟ أيوه اتفضلي. معاكي الأستاذ زكريا. اتفضلي معاكي الأستاذ زكريا. لا يا فندم سامع حضرتك. ازيك حضرتك يا استاذ زكريا؟ الله يخليك. ازيك يا فندم؟ انا فعلا بشكرك جدا يعني حضرتك عملته معايا. فعلا انا كنت في الاول تعبانه جدا بعد ما حضرتك عملت لي الجلسه وقرات عليا، فانا بقيت احسن. بشكرك جدا جدا. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. ايه التغيرات بقى اللي حصلت معاكي؟ عندي حيوية وطاقة أمل كبيرة ونشاط. بقيت بحب الحياة كتير ما شاء الله. وبقيت بقرب من ربنا أكتر وبوقف على صلاتي. ففعلا يعني أنا بشكرك جدا. أنت أساسا من محافظة إيه يا أستاذة بسان؟ تقريبا الاتصال اتقطع. طبعا على ما اعتقد ممكن تكون محافظه شرقيه طبعا انا والله بسعد لما بلاقي حاجه زي كده، وبكون مبسوط لما بلاقي الناس ربنا سبحانه طبعاً وتعالى أكيد. نجاها يعني. طبعا اكيد. للاسف وقت حلقتنا خلص مع حضرتك بسرعه جدا. للدرجه دي؟ بسرعه جدا. بنشكر حضرتك وان شاء الله الحلقات الجايه نستفيد من خبره حضرتك اكتر ان شاء الله يا فندم. سعيد بلقاء حضرتك. شكرا ليك. وبشكر الساده المشاهدين. شكرا ليك. شكرا ليكم. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله.